مشار الدجاج بالنبيل هو عبارة عن دجاج، صدر دجاج طبعا معمول بطريقة كثير رائعة وميزة على شكل البوشار. نعم. فيكوا تقلوه بالزيت الغزير 160 4 دقائق، بالفرن كمان 180 بالفرن بلاقيه رائع، بالضبط، او بالاير فراير بالضبط. ففينا نطبخها بعده طرق، فخلوني الان ناخذ هالسله او هالشبكه الصغيره. بدك سله ولا سلتين؟ واحده بكفينا، بس نفرجي الناس، بس نفرجيهم الطريقه. بس انا حبيت انه فيها سلتين شيف، طلع شو مميزها. نعم. بسم الله بسم الله، ونختار برنامج من الثمان برامج. انا مجهزه فيها برنامج. طيب يا شيف، عظيم. الان بدنا نعمل الصوص على نار هيك خفيفه. بسم الله، نرفع شوي زيت سمسم يا سيدي. والله مو زيت سمسم ولا شيء، طلع خل. والله ماني شايف. حلو في صراحته. شوف نضال انبسط انبسط الشباب يعني. عزيت يا شيف. يا عمي والله ماني شايف. شو رايك بصحه اول؟ لا عادي عادي، هاي زيت السمسم. نفس اللون يا رجل، نفس اللون. شوف شوف يلا، جبنة حلوم. جيبوا النظارة لأطر مفروم. جيبوا النظارة لأبو عون، جيبوا النظارة. نظارتي معي، نظارتي معي والله. هي الثوم وزيت السمسم بعدين. والله ما انتبهت يا شيف. لا بس فيها شيف. هي الثوم وزيت السمسم. بدنا نضيف كاتشب. كاتشب، هي الكاتشب. شوية حبيبة. والله الحمد لله، يا الحمد لله. وهي السكر التنين. يلا يا شيف، صويا، نضيف صويا صوص. حلو. اذا رح نعيد لكم شو حط الشيف نضال. زيت السمسم، ايوه، حط الثوم والكاتشب، وحط الكاتشب والصويا صوص. والخل نزلنا الخل شوي. اعطينا الخل طبعا. تشيلي صوص هيو نضيفه كمان. يا تشيلي صوص، يا تشيلي صوص. عسل زي مشاهدين قناه رؤيا. هات 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 عسل. يا عسل، يلا هي عيني عسل. طبعا العسل من الضياء، عندهم عسل شيء حل ما له من كثر ما هو بجنن. والخل والله. واخيرا الخل. اخيرا الخل وصل. شوفوا ما اسهل هالصلصه. صلصه كثير ما بدنا تغلي كثير، ما تبالغوا فيها. يس. بنجيب البوب كورن اللي مطبوخ في المقلاه الهوائيه سابقا. يس. و بنجيب ونضيفه وين؟ بس كيف هاي؟ عشان نخلص نشحن. لا الخل الخل. خنقت انت مبدئيا بالخل على النار. بس مش حصيت. طبعا الايج نودلز والرايس نودلز موجودين، صاروا بكل الهايبر ماركت. اذا ما لاقوهم يستغنوا عنها بالسباجيتي. يا عيني عليك. طبعا يرفعوها. كيف هذا بده ينطبخ؟ في مي فاتره. بنصب عليه مي فاتره 5 دقائق بتصفى. يس. وبعديها حبايبنا شويه زيت سمسم. يا الصلصة. الصوص شربت ولا ما شربت؟ شربت. طلعوا كيف تتضاءل كمية الصلصة طبعاً. كلها خلص جاهزة شف. على طول ناخذ البوب كورن. طبعا نبيل من عيلتنا اكيد لعيلتكم. يا سلام يا سلام على الريحة. احلى الريحة بعد. الله يسامحك. ما ابسط الطبق دي. طلعي والله اللي بشوفها بفكر ست البيت قاعدة طول النهار. طول النهار تعمل هيك 3 دقائق عمل الشف. سلام. بدنا باكيتين بشار دجاج من نبيل، 4 أكواب نودلز البيض، ملعقة كبيرة من زيت السمسم، وثوم مفروم، خل، عسل، وتشيلي صوص، وكاتشب، سكر بني، صويا صوص، وكوب ذرة من البيروتي، وبصل أخضر، وسمسم للتزيين.